أعلن رئيس لجنة إعادة نازحي يثرب وأطراف التجيل الحاج علي منصور عويد عودة الكثير من الأسر النازحة إلى مناطقها بعد أن تم تدقيقها أمنيا، مبينا أن جهود محافظ صلاح الدين مستمرة لإنهاء هذا الملف، وستشهد الأيام المقبلة عودة وجبة أخرى من النازحين إلى يثرب وأطراف التجيل. هناك جهود تبذل إن شاء الله بالأيام القريبة وتحديدا وراء 10/10، لأنه الجزء الأمنية وعمليات سامرة مشغولة في قاطع جنوب المحافظة. سيتم إعادة جميع النازحين خصوصا في قناة 34 والساتر الترابي، وهناك جهود مبذولة من قبل هيئة الحشد الشعبي وقيادة عملية سامرة وكذلك الحكومة المحلية في محافظة صلاح الدين. وهناك كان توجه ولقاء مع الدكتور عمار جبر بخصوص هذا الموضوع، فإن شاء الله في الأيام القادمة أكو تحرك على عشيرة الفدعوس وعشيرة خسرج. أما بخصوص المنظمات التي هي تتعمل ضمن قاطع يثرب، هناك تعاون جيد جدا من قبل الجزء الأمني وخصوصا الموطن والاستخبارات من أجل تسهيل عودة الأبرياء، وخصوصا العوائل اللي هي متعففة وما عندها إمكانية في الوقت الحاضر. نحث جميع المنظمات، وهناك أمن وأمان واستقرار في قاطع يثرب وخصوصا البحشمة. خيمات ليلان تم قلقها من قبل الحكومة المركزية، فلا إشكالية كل العوائل اللي رغبت تعود إلى البحشمة أو يثرب وأطراف الدجل رجعت بكل سلاسة، ومتأكد 100% أنه لا فرق بين أي نازح. أما بخصوص مخيمات ليلان وعربد فهم حرين الاختيار، العودة أم البقاء في الإقليم، فالأمر متروك لهم.